اجل هذا الشيء اللي كدير السلطان مزيان الله يعطيهم العوين و رزق السلامه للجميع والله ينصر سيدنا. والله السلام عليكم. سيدي هذا الشيء راه قايمين به رجال الامن والسلطات كامله قايمه بالواجب ديالها، وخصنا حتى حنا نكونوا في حسن الحظ ديالهم نطبقوا المسائل اللي هي اجراءات قانونيه نديروها. كان الترخيص نخرجوا على المنطقه، ما كانش الترخيص نحيدوا حتى يحيد ربي هذا الوباء هذا ويجعل ربي المسلك لجميع المسلمين وجميع الاخوان المغاربه وخارج الوطن وداخل الوطن، والله يكمل بخير ولا خير. وهذا ما كان السلطات المحليه واخا كيوقفونا، هذا الشيء راه صالحنا وصالح المغاربه كاملين، وشكرا للسلطات.